أن يقبض العلم في آخر الزمان. يعني خلاص يبقى الأمية الموجودة يعني من علامات الساعة الصغرى أن العلم يندثر. مش معنى كده دكتور عمرو ان هيبقى الامه كلها جاهله، مش ده المقصود، انما المقصود ويتطاول الغير علماء على العلم وعلى الدين. نعم. ده من علامات الساعه الصغرى. من علامات الساعه الصغرى. بس ويشككوا في الدين. بس ويشككوا في الائمه ويشككوا بالظبط في يعني في القيم الاساسيه. هيبقى تطاول اناس لابسين ثوب العلم ولكنهم عياذ بالله هم غارقون في الجهل، يتطاولون على الأئمة وعلى أهل العلم، وتلاقي اللي طالع يسب في البخاري واللي طالع يسب في مسلم. دي من علامات الساعة الصغرى. ده من علامات الساعة الصغرى طبعا. إن قبض العلم وبعدين تطاول بقى هؤلاء على أهل العلم. وبعدين في حاجة كمان، إيه هي؟ ليس معنى ذلك أن يكون بالضرورة أن يكون الأمة كلها عياذا بالله غارقة في الجهل، لا، يكون في أهل علم، ولكن يبقى عدد ليس يعني لا عدد لا يكفي للأمة فعلا، يعني عدد قليل جدا. تمام. وبعدين ليس بكم العلم ودرجة العلم اللي كان فيها أهل العلم. يعني لما تقيس مثلا علم مثلا العلماء الكبار زي الإمام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، الإمام النووي، الأئمة الكبار دول، لما تسمع مثلا واحد زي الإمام ابن القيم إنه ألف مثلا كتاب زاد المعاد، زاد المعاد ده 5 6 مجلدات كبار كده. نعم. الإمام ابن القيم ألف الكتاب ده وهو فين؟ ما كانش قاعد في مكتبته ولا كان قاعد في التكييف، ده كان راكب جمل، كان راكب جمل في رحلة لمدة 3 شهور في الصحراء، ألف فيها كتاب من بنيات أفكاري، تخيل حضرتك. والكتاب فيه كم من المعلومات عجيبة الشكل في كتاب زاد المعاد. يعني فالشاهد في الموضوع إن هؤلاء الأئمة، بعض الأئمة حبس في بئر، تخيل حضرتك، حبس في بئر، فلما حبس في بئر فكان تلاميذه كان يقولوا كل يوم على أطراف البئر، على حافة البئر، فكان يمليهم من الذاكرة بتاعته دروس في الفقه. وصلت الدروس اللي ملها لهم لحتى ما طلع من سجنه في البئر 24 مجلد. تخيل حضرتك. وليست امور مثلا في التاريخ ولا في مثلا لا، انما في الفقه الاسلامي. ودي امور معقده جدا وصعبه. اذا يعني لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب، ودوس على كلمه الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناه وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامه الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان